قد عزمني احد اخوايا وقال لي لازم تحضر لازم تحضر لازم تحضر احد اخواك للعزيمه وحرمت علي الذي امون عليه منهم حرمت على الذي امون عليه منهم ولم يذهب معي. هذا سؤال ما عليك شيء، لكنها لو انها جاب الداعي وراح مع بعض اخوانه كان احسن، لو ذهب بعض اخوانه مع الذي دعاهم كان احسن، ولكن هو لما حرم عليهم ان يذهبوا معه ولم يذهبوا معه تمموا له ما عليه شيء. لا ما 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 راحوا معه، حرم عليهم ان يذهبوا ولا راحوا، ما نقضوا عليه، حرم عليهم ان يذهب مع احد. وين هو السائل؟ صاحب السؤال معلش افقد حقه. الانسان هذا على كل ان كان قصده ان شدد عليهم يروحون وحرم عليهم يروحون معه وراحوا عليك طرف يمين، وانسان قصده ان حرم عليهم انهم ما يروحون وطاعوه فلا شيء عليه.